جنيه. كم؟ 4 جنيه؟ 3 جنيه تعمل بها شنو؟ عندي 2 جنيه، بدك منه جنيه ها؟ الله يوقف جلده خلاص. يا عبد اللطيف يا خالك انا اكلم زوجتك دي يا اخي عمرو ترشيد للكهرباء شويه يا اخي. هاي يا اخي وبعدين في كل اللمبات دي ما تشغلوها بالنهار. ما تشغلوها بالنهار يا اخي. وبعدين الهيتر ده افصله يا اخي. امبارح جبت كهرباء ب20 كهرباء ب20 شغلت المكوى والله الكهرباء نيط انتهت كلها ما فضل فيها اي حاجه يا اخي. هاي يا اخي على كده الميكروويف ده ما شغله كل يوم يا شنو؟ كهرباء اجيب لك كهرباء من وين انا؟ اجيب لك كهرباء امبارح انا ما جايب كهرباء ب50 انا كل يوم اجيب كهرباء يا اخي ها؟ الهيتر قال لك شغل الهيتر منو؟ في زول بيشغل هيتر انا كل يوم كهرباء ب50 عصريه كل يوم كهرباء ب50 يا اخي ما شغل الهيتر الهيتر ما شغلوه كم مره شغلوه انا جبت كهرباء كل يوم ب50 ليه يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مالك عادي معقول يا جماعه كهرباء الكهرباء معقول يا جماعه انا اخش البيت القى امي شغاله الديجيتال ابوي شغال بهناك الخلاط بجاي الغساله بهناك المكيف اجي اركب الكرسي الكهرباء تقطع كملت يا جماعه كملت عديل كذا امبارح جايبينها ب 100 جنيه انتهت يا جماعه معقوله خير يا شباب في شنو؟ الكهرباء جبناها ب 50 كملت غلط ولا لا؟ العمل كله غلط ولا لا؟ اعترفوا تعالوا تكرروا الغلط ده مش هدوكم انا قطع الحمل لو عملوا العمليه دي يا اخي ده تبذير ده استهلاك ما عاد ليه قولوا غلط قولوا غلط عمل شنو عزلهم بتضرب فيهم كده بالطريقه دي عمل شنو هم اثنين يا وليه يشغلوا لي المروحه في ثلاثه